إسلامية. تونس تونس إسلامية. لا لا للعلمانية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قل موتوا بغيظكم. الإسلام قادم قادم. والجهاد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حسبنا الله. أيها الأحباب، أنا سعيد جدا أكون في تونس المسلمة، تونس الحبيبة المحررة من دنس الظلم، من دنس الفسق، من دنس العلمانية. تونس المسلمة وستظل مسلمة إن شاء الله. أنا أرحب بإخواني وأرحب بكم جميعا إخوة وأخوات، ولا أرحب بهؤلاء، لا أرحب بهم، لا أرحب بهم، ووالله لو دعوني ما أستجيب لهم ولا أجلهم. أنا باجي لإخواني الأعزاء، باجي لحبايبي في الله، وأشهد الله أني أحبكم في الله وأني أبغضهم في الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا بالإسلام وبدين الله، واللي يكره دين ربنا يبقى كافر مرتد عن الإسلام، لأن الله عز وجل اصطفانا لهذا الدين واصطفى الدين لنا. الله اصطفاك تبقى مسلم، قال في أواخر سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار، فاختارك الله ثم اختار لك الدين. فقال في سورة البقرة: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبنعلنها بأعلى صوتنا، نحن مسلمون على دين الله عز وجل، القائل في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. اللي بيغيظ أعداء الإسلام، الإسلام اللي بيغيظ أعداؤه. حد يكره الإسلام؟ حد يكره الدين؟ يبقى كافر. اللي بيكره دين ربنا يبقى كافر، اللي بيكره الإسلام يبقى كافر، لأن الله عز وجل دينه هو دين الحق، زي ما قال عز وجل: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهو دين الحق، دين الحق الإسلام. صدق الله القائل سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وفي نفس السورة بيقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين، خابوا وخسروا، والله العظيم خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، يخسروا دنياهم وأخراهم، هيقفوا قدام رب العالمين يقولوا له إيه؟ يقولوا له: كنا كارهين دينك، كنا كارهين الإسلام اللي انت اصطفيته لينا. وفعلا الإسلام مش لأي حد، الإسلام دين الله للي يستاهله، اللي يستاهل يبقى مسلم، ربنا يجعله مسلم ويمن عليه بنعمة الإسلام. الله عز وجل يقول في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلام، الإسلام أكملت، أتممت، رضيت، وقال نعمتي، ما قالش نعمي، مع أنه لو قال نعمي لصدق، لأن الله يقول في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم ربنا كتير صح، لكن أكبر نعمة ربنا ينعم عليك بيها هي نعمة الإسلام، إنك تبقى مسلم لله، مسلم أمرك لله، بتتلقى من الله، هتبقى رباني كما قال الله في سورة آل عمران بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. المسلم بيتلقى من الله، قال الله تبارك وتعالى سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طب ولربنا مش شرح صدره للإسلام؟ الكاره للدين والكاره للإسلام تلاقي ربنا جعل صدره ضيق كما قال سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مش قابل الإسلام، مش قابل تعاليم الدين، صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يجعل ربنا صدره ضيق حرج والعياذ بالله، مش متقبل أحكام الإسلام. صدق الله القائل في سورة الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. طب والتانيين اللي كارهين الدين وكارهين الإسلام فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين كفروا وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سورة الزمر، سورة الزمر، لا يؤمنون بالآخرة طبعا، وما دول مؤمنون بالآخرة هو حد مؤمن؟ إذا كان مؤمن بالله، إذا كان مؤمن بالله ومؤمن بدين الله هيبقى مؤمن بالآخرة. واحد لو مؤمن بالله ولا عايز ربنا ولا عايز دين ربنا هيجي في الآخرة يعمل إيه؟ هب بيه ده، ده حدا منايل بستين نيلة دنيا وآخرة. الله ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. الحمد لله أعزنا الله عز وجل وأكرمنا بهذا الدين وبنعمة الإسلام، فنحن على دين الله عز وجل. صدق الله القائل سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون، ها؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال الله في آخر آية في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله عز وجل في سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وفي نفس سورة المائدة يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين. سورة يونس وأن أقم وجهك للدين حنيفا، بص للدين دايما، خلي وجهتك الدين، خلي عندك دين، وإلا لو ما عندكش دين، لو ما عندكش دين إيه قيمتك؟ هتبقى قيمتك إيه؟ أسألك سؤال، لو أنا قلت أنت حي ولا عايش؟ أنت حي ولا عايش؟ الفرق إيه بين الحياة والمعيش؟ واحد عايش، عايش يأكل ويشرب ويتجوز ويخلف ويموت زي الحمار زي الصرصار زي الفار، وهم بيعملوا كده الحيوانات والحشرات، مش الحيوانات والحشرات مش بتأكل وتشرب
ومن غير ما بتتجوز بتخلف؟ هو القط بيتجوز قطة ولا بيعملوا فرح؟ الحمار لما بيتجوز حمارة؟ مش مرة كان حمار خاطب حمارة وبيقول لها هنتجوز امتى يا حمارة؟ قالت له لما تحسن الفاظك يا حيوان. لكن الاثنين ما زعلوش من بعض، ها؟ فحيوان حمار قطة فار بياكلوا ويشربوا، يقول لك هايس وفايس، ويتجوزوا ويخلفوا وبعدين يموتوا، ايه قيمتهم؟ والله العظيم ولا حاجه، زي الحشرات وزي الحيوانات. امال انا وانت يا مسلمون، يا مسلمون يلي اعزكم الله بالدين وبالاسلام، انا وانت احياء مش عايشين. اللي عايش ده زي الحيوانات زي الحشرات، ملوش هدف في الحياة غير انه ياكل ويشرب، يقوم الصبح يقول هنتغدى ايه النهاردة، هنتعشى ايه النهاردة، الاسعار ايه النهاردة، بس كده. لكن فكر في دينه، قال الدين النهاردة ايه؟ الدين قيمته ايه في حياتي؟ لا، عم زي الحمار زي الصرصار زي الفار. انما انا وانت بناكل احسن اكل الحمد لله، وبنلبس احسن لبس، لكن لنا هدف، لنا غاية عايزين نحققها، اللي هي ايه؟ ان نقيم الدين غصبا عن عين الكافرين. هنقيم الدين ان شاء الله، نقيم الدين. قال الله تبارك وتعالى وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. سورة يونس في الاخر كما قال في سورة الروم مرتين، فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله لا تطغى فطرة الناس عليه، فأقم وجهك للدين القيم. الاثنين في سورة الروم. سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى هدفنا إيه في الحياة؟ إقامة الدين. إحنا موجودين في الحياة كمسلمين مش عشان ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف زي الحيوانات والحشرات، احنا لنا هدف، لنا غاية بنحققها، ان احنا نقيم دين الله. وإلا اسمع سورة طه، ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري، اللي مش عايزين دين، اللي مش عايزين الإسلام، اللي كارهين للدين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، معيشة مش حياة، معيشة ضنكا. إيه ضنكا دي؟ ده غم ونكد وقرف وعكننة. والله العظيم ربنا زللهم ذل في الحياة، ربنا زللهم ذل في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لسه في آخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة بنكا، غم وقرف وفقر ونكد، ها؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. جاي في الآخرة يقول إيه؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. عشت من غير آيات، عشت من غير دين، صرصار حمار فار، عشت من غير دين، قيمتك إيه؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأبقى. فخلي بالك، أنا وإنت أحياء مش عايشين، أحياء. سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، استجيبوا لله، أدي القرآن، وللرسول، أدي السنة، إذا دعاكم لما يحييكم، مش يعيشكم، لا، أحياء مع الله، أنا حي مع الله، مصداقا لقول ربنا في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر راجل أو أنثى امرأة وهو مؤمن فلنحيينه، مش هنعيشه، فلنحيينه، فلنحيينه حياة طيبة هنا في الدنيا، تعيش مع الله في
في الدنيا، والآخرة بقى ولنجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. تعيش سعيد في الدنيا والآخرة لأنك إيه؟ حي مع الله. حي يعني إيه بقى؟ ها؟ يعني أنت متفاعل، أنت مسلم، أنت مسلم، كل حركة من حركات الحياة أنت مع الله، لأن الإسلام منهج حياة. الإسلام مش جاكت. بعض الناس فاهمين إن الإسلام زي جاكت كده، اقلع الجاكت أهو، البس الجاكت أهو، اقلع الدين أهو، البس الدين. الدين جاكت بيتقلع ويتلبس؟ الدين فقرة من فقرات الحياة. يقول لك نستفتح بالذي هو خير. ايه الخير؟ قرآن. طيب وبعد القرآن تربتتي اشك اشك. الله، ما انتوا كنتوا مع القرآن لسه، انتوا لسه بتقولوا مع القرآن اهو. لا ما خلاص القرآن خالص. الله، وحب القرآن على طول، والقرآن على قلبنا، خليك حلو، حبك كده وحبك كده، ليتل هاي ليتل داون، ساعة لربك ساعة لقلبك. لا ده مش الإسلام، ده مش الإسلام، ده بتاع الناس الأغبياء. الناس الأغبياء اللي فاهمين إن الدين عبارة عن إيه؟ الدين، الدين، الدين اللي هو التين، تين تين الدين. يقول لك عايز دين خش الجامع، طلعت بره الجامعة خلاص مفيش دين، اقلع الدين. امال يبقى ايه ده؟ لا ده مش الاسلام، ده اللي يعمل كده يبقى غبي. ربنا يكفيك شر الغباء. واحد غبي، واحد غبي من اللي زي اللي كارهين الاسلام دول، واحد غبي يبعد عنك. عمل حادثه موت 200 واحد، فالضابط بيحقق معاه بيقول له يا مجنون انت تموت 200 واحد؟ قال له باشا انا هقول لك عملت ايه وانت تقول لي. قال له قول. قال انا كنت ماشي بالعربيه والعربيه بتجري، بدوس فرامل مفيش فرامل، فلقيت واحد واقف ولقيت فرح، اخش في مين؟ قال له طبعا تخش في اللي واقف لوحده ده. قال له حلو قوي يا باشا. جيت اخش وراه لقيته داخل الفرح، هسيبه؟ رحت داخل وراه. ربنا يكفيك شر الايه؟ شر الغباء. علشان كده بنقول الحمد لله رب العالمين لغايه ما بخش انام تاني. منهج حياه. قال الله تبارك وتعالى، او اخر سوره الانعام، قل، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ان صلاتي، بنصلي، ونسكي، بسم الله والله اكبر، ومحياي، بص الكلمه، محياي، مش حتة، مش جزء، مش ساعة، محياي ومماتي، بيكون برضو في سبيل الله، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تبارك وتعالى سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، ادخلوا، التزموا في السلم الإسلام، بص الكلمة، كافة، خدوا الدين كله. يا أيها الذين آمنوا التزموا، ادخلوا يعني التزموا في السلم اللي هو الإسلام، كافة يعني كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا نحن ملتزمون بالإسلام كمنهج حياة، منهج حياة بعيش به حياتي كلها، أجنام على جنب اليمين، باسمك اللهم أموت وأحيا، بقوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، داخل الحمام برجل الشمال، بطلع برجل اليمين، بستنجى بإيد الشمال. طبعا العلمانيون والليبراليون والرقصون والبدنجانيون يقول لك إيه ده إيه ده إيه خيلة، يخش الحمام برجل الشمال ويطلع برجل اليمين، ما تخش بأي رجل، أنت اللي تخش بأي رجل، إن شاء الله تخش على قفاك. إنما أنا الحمد لله ملتزم بالشرع، انا ملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش بقول بس اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، وعامل زي واحد غبي مره بيقول له من هو خاتم المرسلين؟ قال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وبعدين انا مش عارف والله، وكان كان بيصلي على مين؟ الناس مش عارفه مين سيدنا النبي. في سوره الاحزاب، لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمين؟ لمين؟ طب ما في ناس سمع النبي ولا صلت عليه عليه الصلاة والسلام، ولا بتحب النبي، كرهينه. الله أكبر عليك، ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. إذن أحبابي، نحن أحياء مش عايشين، إحنا أحياء في هدف قدامنا إن إحنا نطبق الإسلام، إن إحنا نقيم الدين. طيب هسأل سؤال، من غير دين نسوي إيه؟ واحد يقول لي كده، قول لي قيمتك إيه من غير دين؟ والله أقل. أخويا هنا بيقول لي حيوان، قلت له لا أقل. ليه؟ لأن ربنا لما اتكلم عن الحيوانات قال إيه؟ ها؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. مين أولئك هم؟ الغافلون، الغافلون، الغافلون عن الدين، مش في دماغه الدين ولا بيفكر في الدين، ها؟ فغافل. يبقى الحيوان أفضل منه، لأن ربنا خلق الحيوان أداء رسالة وأداء وظيفة. الحيوان له وظيفة، له وظيفة بيأديها. حد جاي يركب الحمار، الحمار قال له لا مش هتركب، ها؟ جات البيضة مرة الفرخة تبيض، لا مش هتبيضي، لا. يبقى كل شيء ربنا خلقه بيأدي وظيفته. طب امال الإنسان اللي هو أنا وإنت، اللي مؤمن بالله، اللي مؤمن بالله يقيم الدين، وإلا وإلا. قال الله تبارك وتعالى سورة العصر، والعصر إن الإنسان إنسان لفي خسر. امال يرتفع بإيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. كلمة آمن. سورة آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإيه؟ إن كنتم مؤمنين. يبقى علو الإيه ده؟ الإيمان، استعلاء الإيمان. الحمد لله نحن مؤمنون بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وبنعلن إسلامنا في كل وقت، مش مكسوفين من الدين. اوعى واحد فيكم يكون مكسوف من دينه، اعلن اسلامك واعتز بدينك، انت مسلم. قال الله في سورة فصلت، ومن احسن قولا، مين؟ مفيش. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انا من المسلمين، لا انني من المسلمين. توكيد، توكيد. الله ينور عليك، اعتز بدينك واعتز باسلامك، مش تبقى مكسوف من الدين. ولا يقول لك انا متدين. متدين بايه يا اخويا؟ طب ما البوذي بيقول لك انا متدين، واللي بيعبدوا الفار في الهند، واللي بيعبدوا البقر في الهند، واللي بيعبدوا بوذا في اليابان. تخيلوا بيعبدوا بوذا، والله بتاع كده تمثال مقفع كده حاطينه وجع في بوزه، معرفش انا مين بوزه ده، وقال يجيبوا له سندوتشات، يقدموا له سندوتشات وهو بتاع ده. الحمد لله على نعمه الاسلام ايها الاحباب، والله العظيم انتوا في نعمه مش عارف حاسين بيها ولا لا. نعمه انك انت مسلم لله، مسلم لله، بتتلقى من الله. سوره الانبياء، قل انما يوحى الي، اواخر سوره الانبياء، انما الهكم اله واحد. السؤال، فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ أسلوب إنشاء نوع استفهام المراد منه الأمر، أسلموا لله، أسلموا لله. قال الله تبارك وتعالى سورة الزمر، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إلهكم إله واحد فله أسلموا. سورة الحج، وبشر المخبتين. فأنت مسلم،
تتلقى من الله. يعني ايه مسلم؟ يعني مسلم امرك لله، بتقول له يا رب يا رب قول لي الصح ايه، الغلط ايه، الحلال ايه، الحرام ايه، عشان التزم. يبقى بتعتز وبترتفع بالدين. طب من غير دين؟ من غير دين قول لي بقى عايز ترتفع بايه؟ قول لي. ها واحد يقول لك لا هرتفع هرتفع بالعلم اللي في دماغي، انا راجل معايا دكتوراه. والله طيب يا بتاع الدكتوراه انت، وخبط على دماغك كده تجيب لك ارتجاج في المخ، تروح مطلع لسانك ولا ما تعرفش اسمك حتى. ده غير بقى واحد تاني كان اسمه محمد وعمال يعمل كده، فواحد بيقول له مالك يا محمد؟ قال ايوه محمد، كان ناسي اسمه يعني، كان ناسي اسمه. وايه الدكتوراه النهارده؟ ما بياخدوا دكتوراه النهارده في الكفر، ما بتلاقي واحده واخده دكتوراه في الباليه وماشي على صوابع رجليه واسمها عريان. ها وتقول لك دكتوراه في الباليه، وايه يعني؟ ايه الدكتوراه دي؟ فكرني بواحد فلاح غلبان ابنه راح خد الدكتوراه من جامعه السوربون بفرنسا ورجع. طب يقول له عملت ايه يا غالي؟ قال له خدت الدكتوراه يابا. خدتها في ايه يا ابني؟ قال له خدتها في الفلسفه. الراجل الغلبان مش فاهم، يقول له ايه يا ابني الفلسفه دي؟ قال له فلسفه يا بابا، فلسفه يا ابني، ايه الفلسفه دي؟ قال له انا مش عارف اشرح لك، انت راجل فلاح، ما انت بتعمل ايه دلوقتي انت مع ماما؟ قال له حاطين فرخه بناكل انا وامك فرخه يا ابني. قال له الدكتوراه في الفلسفه دي يا بابا ان انا اقنعك ان الفرخه دي فرختين. قال له يا سلام، بقى رايح فرنسا تاخد دكتوراه يا ابني عشان تقنعني ان الفرخه دي فرختين؟ طب الله يكرمك يا ابني، سيبنا انا وامك ناكل الفرخه دي وكل انت الفرخه الثانيه، كل الفرخه الثانيه بتاعت الدكتوراه بتاعتك دي. ايه دكتوراه؟ ها اتنين، عايز تعتز بايه غير دينك؟ ها هتقول بقى انا مثلا والدي غنيم، احنا من عيله غنيم. ايه يا اخويا عيله غنيم يعني؟ ولو واحده زنت في عيله غنيم ما هتجيب راس العيله الارض. لو واحد سرق في عيله غنيم الناس كلها هتمد وش في الارض. ها والحمد لله الاسلام شال الحته دي خالص، ما فيش حاجه اسمها عائلات، ما فيش حاجه اسمها قبائل، انما قصر وحصر، المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. أنت أخي في الله وأنا أخوك في الله. أنت قبيلة إيه؟ عيلة إيه؟ أنت تخين طويل رفيع أبيض أحمر؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول المسلم أخو المسلم، ما قالش المصري أخو المصري، التونسي أخو التونسي، لا، أنت مسلم وأنا مسلم، وإن شاء الله هيجي الوقت اللي يتكتب في البطاقة مسلم. الجنسية ايه؟ مسلم، مش الديانة، الجنسية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هيتكتب في بطاينة كده إن شاء الله، وهتتشال الحدود دي كلها. انسى بقى ان كل واحد يقول لك عشان اجي بلد مسلمة لازم اخد الفيسة. الفيسة؟ فيسة ايه يا اخوي؟ ده الاجنبي الكافر معاه الباسبور ويلكم سير، عشان الباسبور بتاعه اجنبي. وانت يا مصري وانت يا مسلم يا عربي لا، ممنوع ممنوع، بس ده كان زمان. ان شاء الله ان شاء الله نحن مقبلون على الخير كله، ان شاء الله الخير كله جاي. زحنا الطواغيت، ازحنا الطواغيت، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإن شاء الله الخير كله جاي، الخير أبشره والله العظيم الخير كله جاي، رغم أنف الحاقدين ورغم أنف الكافرين ورغم أنف الهجاصين. إن شاء الله بإذن الله الإسلام جاي، جاي غصب عن عين أي إنسان. ليه؟ لأنه دين الله. الله، حد هيحارب ربنا؟ طب لو فيهم راجل ينفخ في الشمس، يطفي الشمس، والشمس دي آية من آيات الله، حتة من آيات الله، طفي الشمس. عندك سورة التوبة وسورة الصف، يريدون، هم عايزين صح،
ليطفئوا نور الله بأفواههم. هف هف هف. طب تفوق نور الشمس وتنفخه فيه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، كارهين كارهين للإسلام، الله أكبر. لكن إن شاء الله الإسلام جاي جاي، لأنه دين الله. والله يقول في سورة المجادلة: كتب الله، كتب الله، فعل ماضي خلاص، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال الله في أواخر سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله عز وجل سورة غافر: إنا لننصر رسلنا. والذين آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا هنا الأول. ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض كورهالي كده، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم: ملك أمتي يعني الإسلام هينتشر في الكرة الأرضية كلها إن شاء الله، رغم أنف الكافرين والحاقدين والكل غصب عنهم مش برضاهم. فعشان كده بقول لك اوعى تعتز الا بالاسلام، اوعى تعتز الا بدينك. تقول لي انا من عيله فلان، انا إيه، لا ده انا غني قوي. مهما كان معاك فلوس هتكون قد قارون فخسفنا به وبداره الارض. وشين الهاليكين اللي كان هنا؟ ما شفنا الدواليب لما اتفتحت، الفلوس مترص ملفوفه لف. ايه ومصيره ايه؟ راح فين؟ آمنت بالله. كان بيحارب الإسلام ويحارب الحجاب ويحارب النقاب، راح للبلد بتاعت الحجاب والنقاب، ومراته دلوقتي لابسة نقاب. آمنت بالله، بس مش لابسة لله، مش لابسة لله. آمنت بالله، الله أكبر، مش لابسة لله، لابسة عشان تدارى، لابسة عشان تدارى. فربك بيزله في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. سورة الزمر: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. سورة فصلت: أو مرمي زي الكلب هناك أهو، وإحنا بتاعنا في بتاع مصر نايم على ظهره وبيلعب في مناخيره. لسه إن شاء الله هنشوف في يوم. يبقى إذن أيها الأحباب، اعتزوا بدينكم وبإسلامكم، لا تعتز بقبيلتك، لا تعتز بفلوسك، لا تعتز بمنصبك، هتكون اكتر من فرعون وربنا غرقه في المي. الخص لك القصه دي كلها سوره الاعراف. بص الايه دي، الله يقول: واتل عليهم، قل لهم مين؟ نبأ خبر الذي اتيناه اياتنا. خد الدين، خد الدين. فانسلخ منها، لا مش عايز دين، 60 داهية خسارة فيك. فانسلخ منها، حرف الفعل للتعقيب، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ها شوف ربك يقول ايه بقى، بص الآية: ولو شئنا، ولو شئنا لرفعناه، لرفعناه. الرفعة هنا بإيه؟ بها، بإيه؟ بالآيات. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض من غير دين واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، مطلع لسان، أو تتركه يلهث، لأن الكلب هو الحيوان الوحيد اللي بيعرق من لسانه. فشوف ربنا شبههم بإيه؟ بالكلاب من غير دين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن شبابنا أحبابنا، أنا شايف ما شاء الله معظمكم شباب، إن الله أكبر، بسم الله ما شاء الله،
يا شباب تونس، يا شباب تونس الحبيبة، يا شبابنا المسلم، اتحدوا والتزموا بالدين وتمسكوا بدينكم عشان تغيظوا أعداء الله. عايزين تغيظوا أعداء الله؟ والله العظيم كل ما تحاولوا تغيظوهم مزيد من التمسك بالدين. كل ما تتمسك بدينك أعداء الله ينفجروا من الغيظ. فأنا عايز إخواني من الشباب فرصة يعني دي فرصة عمره. الإسلام بيهتم بالشباب جدا جدا. سورة الكهف: إنهم فتية، كانوا في سن الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وكانوا أولاد ملوك، والله كانوا أولاد ملوك، ومع ذلك شوف فضلوا الكهف عن القصور في سبيل الله عز وجل. سيدنا يحيى في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا، سن الشباب. سيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام في سورة الأنبياء قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، اثنين وشاب نشأ في عبادة الله أو طاعة الله. يلا فرصة يا شبابنا، فرصة. الحمد لله كان مكتوم على نفسكم، كان مكتوم على نفسكم بالدين، مش مفيش دين. تنطلقوا بقى دلوقت، ورونا بقى دلوقت، ورونا دلوقت. أنا أسأل بقى سؤال: المساجد مش زوار؟ مسلم بيزور الجامع؟ ما يروحش الجامع على يوم الجمعة وبعد ما يطلع يقول هاي باي بعد أسبوع إن شاء الله أجيلك؟ ده مسلم ده كده برضو؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال هنا صفة مش نوع. وإلا كانت المرأة ما تروحش الجامع، لا المرأة بتيجي الجامع برضو، لكن ربنا لما وصف هنا وصف الصفة، قال اللي بيخش المساجد دول رجالة. إزاي رجالة؟ ها؟ لا يخافون إلا الله، لا يخافون إلا الله عز وجل. والله ما تخاف من حد أبدا، مهما كانت رتبته، مهما كانت وظيفته، ربنا حاطط في بطنه النجاسة وبيدخله الحمام عشان يحس بأنه بني آدم. ولذلك لما تبص أي حد كده عيرهبك ولا عيرهبك تخيله هو في الحمام، بس هتلاقي نفسك قلت خلاص ده بشر زيي. الحمد لله رب العالمين. فلا تعبأ ولا تخف إلا من الله. أنا عايز أسأل سؤال شبابنا، المسجد ده كم واحد بيصلي الفجر فيه؟ كم؟ بالله كده برضو دي؟ والله؟ طب ده حاجة خاصة ليه؟ لا مفيش مشاكل ولا حاجة، بالعكس بيت من بيوت الله، نحضر للمسجد ونصلي صلاة الفجر. أقول لكم اليهود الصهاينة بيقولوا إيه؟ بيقولوا: لا خوف على الكيان الصهيوني. هما بيقولوا إسرائيل، أنا ما نقولش إسرائيل، نقول الكيان الصهيوني. لا خوف على الكيان الصهيوني إلا إذا وصل عدد اللي بيصلوا الفجر نفس العدد اللي بيصلي الجمعة. قالوا يبقى ساعتها في خوف على اليهود، خوف على الكيان الصهيوني. علشان كده أنا عايز إخواني ييجوا المسجد ويحرصوا على صلاة الفجر، يحرصوا على صلاة الفجر. صلاة الفجر، صلاة الفجر تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، تحضره الملائكة. فعشان كده أنا عايز كل إخواني يغيظوا أعداء الله، يغيظوهم ويجي يصلوا الفجر ويضحوا بالنوم في سبيل الله تبارك وتعالى. صدق الله القائل: سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع اللي هي السرائر يعني. والله تبارك وتعالى يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا، ما حدش يعبأ بيهم، كلاب بتهوهو، حد بيبص للكلاب. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا
لأصبح الصخر مثقالا بديناري، فدع القافلة تسير والكلاب تنبح. إذن أحبابي أرجو من كل أخ أنه يلتزم بدينه ويعز دين الإسلام ويلتزم بالصلاة في المسجد. ما تقوليش أنا بصلي في البيت. هسألك سؤال، هو أنت أخ ولا أخت؟ أنت أخ ولا أخت؟ الأخوات بيصلوا في البيوت، لكن أنت أخ تيجي المسجد. وأرجو من إخواني الشباب وأنتوا في فترة الشباب إنكم تبنوا بلدكم، ابنوا البلد. عايزين نبني تونس، ابنوها بقى من جديد، ابنوها من الأساس، اطلعوا بيها بقى كده عشان نفخر بيها كبلد إسلامية. ربنا أكرمكم، وإنتوا اللي بدأتوا بالثورة، بدأتوا بالثورة والدول بقت وراكم. يعني مصر بقت بعديكم، وبعدين ليبيا واليمن وسوريا، بس انتوا اللي بدأتوا بالثورة الحمد لله. الله يجعلكم دائما قدوة، وتبدأوا ببناء تونس وعمار تونس بالشريعة الإسلامية وبالقرآن والسنة. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. وتبقوا الشريعة. الحمد لله. وهتبقوا قدوة زي ما كنتوا قدوة في الثورات، هتبقوا قدوة في التطبيق. بس معلش بسرعة قوي يا اخوانا، ومش هطول في الحتة دي، ياريت تبقى تسمحهم بالتفصيل الفرق بين الشريعة وبين الحدود. هقولها بسرعة قوي قوي عشان عايز اقول حاجة تانية بعد كده. اللي بيقعدوا يقولك انتوا عايزين تطبقوا الشريعة، يعني هتقطعوا ايدينا، هتضربونا، هتجلدونا، هتموتونا. نقول لهم افهموا الاول تطبيق الشريعة يعني ايه. تطبيق الشريعة الإسلامية يعني الحاكم يحكم بالحق والعدل والحرية والمساواة وحد الكفاية. يحكمنا بالحق والعدل والحرية والمساواة وحد الكفاية. اللي هو ايه حد الكفاية؟ ان ايه المرتب اللي تاخده يأكلك ويشربك ويعيشك عيشة كويسة. يوم ما يحكم بالإسلام ها وبنى العمارة ها هيقيم الايه؟ السور. الله ينور عليك. هيقيم السور حوالين العمارة. ايه هو السور؟ الحدود. الحدود بعد ما اكلك وشربك واديك حد الكفاية واحكمك بالحق وبالعدل والحرية وبالمساواة ها، لو مديت ايدك وسرقت هقطعها. يا شاب تعالى اتجوز وخد خد مهرك من بيت الماء، بس لو رحت زنيت هجلدك. وانت يا متجوز روح اتجوز مثنى وثلاثة ورباع، لكن لو زنيت هرجمك. يبقى بعد ما مبني الفيلا والعمارة مبني حواليها الايه؟ السور. وعلي السور واعمل سلك حوالين السور، وكهرب السور، وحط كاميرات على السور، واللي خايف على ايده يزعل من السور. واضح؟ انا بأكلك وبديك حد الكفاية وبحكمك بالحق والعدل والحرية والمساواة، وبعد كده بقولك هطبق الحدود. زعلان ليه؟ بتبص على ايدك ليه؟ وبتقول لي هتقطع منين؟ الله، يبقى انت بقى حرامي. لا، اللي مش حرامي ما يخافش على نفسه. والحته دي مش هتكلم فيها بالتفصيل اكتر، لان اتكلمت فيها وشرحتها كتير قوي قوي بطول كبير قوي قوي. الفرق بين تطبيق الشريعه واقامه الحدود. اطبق الشريعه الاول، مش معيشني جعان محروم ونهب البلد وتقول لي لو سرقت اقطع ايدك. مين اللي قالك تقطع ايدي؟ يقول لك الشريعه. طب ما الشريعه قالت لك اكلني الاول. الشريعه بتقول لك اكلني قبل ما تقطع ايدي. اكلني لما تاكلني واسرق يبقى نفذ الحدود. فاحنا عايزين نقيم الشريعه ثم ايه؟ الحدود بعد ذلك. واضح؟ الله اكبر. شبابنا الله اكبر ولله الحمد. شبابنا شبابنا عايزين نتحد ونبقى كلنا يد واحدة.
الله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا. في حبل نازل من السماء كلنا لازم نمسك فيه. امسك امسك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا، اي تذكروا وتدبروا، نعمة الله عليكم. مش نعم الله، نعمة الله الإسلام. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أنت أخي المسلم وأنا أخوك المسلم. أنت أخي الذي لم تلده أمي. أنت أخي في الله. احفظوا الكلمة دي، احفظوا الكلمة دي. يختلف العلماء، يختلف العلماء، لكن الأمة لا تختلف ولا تفترق. تاني، يختلف العلماء لكن الأمة لا تختلف ولا تفترق. أبسط مثل، أبسط مثل، مش في قراءات وانتم بتقرأوا بقانون؟ أنا لما صليت بيكم قرأت بإيه؟ بحفص عن عاصم. في ناس زعلانين مني؟ لا. نختلف مع بعض؟ لا لا. ليه؟ لأن دي قراءة ودي قراءة. طيب العلماء اختلفوا، هذا رأي عالم وهذا رأي عالم. أنا لما باخد برأي عالم وأنت بتاخد برأي عالم، زعلان مني ليه؟ أنت تعمل جماعة وأنا أعمل جماعة؟ لا، مش وقته أحبابي دلوقتي. شبابنا، يا شبابنا، اليفط تتحط في البيوت، محدش يطلع بيفطة بره إلا الإسلام. ده إخوان، ده سلف، ده جمعية شرعية، ده أنصار سنة، ده جمعية تبليغ الإسلام. كل دي بقى أنا بعتبرها أكلة، أكلة أنت بتحبها، لكن ما تفرضهاش عليا، خليها في بيتك، خليها في بيتك. نطلع بره دلوقتي كلنا إيد واحدة، لأن هم عايزين يفرقونا، عايزين يفرقونا ويشتتونا، وبعدين يقولوا للناس إيه؟ آدي الإسلام، آدي الإسلام. شوفوا إسلام مين؟ إسلام ده ولا ده ولا ده؟ وهم كلهم دقون. هنمشي ورا دقن مين؟ اوعوا دي، اوعوا تمكنوهم من هذا، لا تمكنوهم من هذا. كلنا يد واحدة، كلنا متحدون، لأن المرحلة اللي انتوا فيها العلمانيين، العلمانيين كلاب مسعورة طلع عليكم عايزة تاكلكم. وأقسم بالله ما يملك إلا الميكروفون اللي بيكلمه أو القلم اللي بيكتب بيه، لا قيمة لهم لا عند الله ولا عند الناس، وعددهم على أصابع إيده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وربنا لا هيوفقهم لا دنيا ولا آخرة، لأنهم أعداء الإسلام وأعداء الحق وأعداء الله، فما تعبأش بيهم. الله في سورة المدثر يقول: والرجز فاهجر، فاهجر، خلي اللي يهوهو يهوهو، خلي اللي يهوهو، ما تحطش في دماغك. المهم ان احنا كلنا نبقوا يد واحدة، يد واحدة، ونبني تونس. واللي يكلمني يقول لي انت مين، اقول انا مسلم. ما فيش يفض دلوقتي، ما فيش يفض دلوقتي، كلنا مسلمون. وطلعين بقى الحمد لله يعني زي المولود جديد. ها يلا، ايد بايدك، ايد بايدك، كلنا نبقوا يد واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اخوتنا في الله دي غالية قوي قوي قوي. وهم طريقة، هم طريقة اعدائنا بيعملوا ايه؟ اعدائنا بيعملوا ايه؟ التفرقة. ولذلك حتى انت شوف هم بعدين يكتبوا يقولوا ايه؟ ولا كنتوا كلكم مش عارفين ايه؟ انه اسلام دقون مين؟ وانه دقن؟ وانه جماعه؟ احنا جماعات مش فرق، خلي بالكم بس من النقطه دي. احنا جماعات مش فرق، مش فرق. اللي بيقول لك اللي افترقت النصارى على 72 فرقه واليهود 71 فرقه والنصارى 72 وستفترق امتي على 73 فرقه، احنا مش فرق يا اخواننا. لا، الفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كلها في النار. انما انا وانت مختلف على ايه؟ على أسلوب عمل الإخوان، السلفية، جماعة أنصار السنة، تبليغ الإسلام، وكلنا هدفنا واحد، لكن الطرق بتاعتنا مختلفة شوية. يعني إحنا الاثنين عايزين نوصل مكان، ها
انا هركب اتوبيس، انت هتركب قطار، ده هيركب السياره بتاعته، ده هيركب العجله، ده هيروح مشي. ما نعبش على بعض، ما نعبش على بعض. لا لا، انت بغيتك زي بغيتي الحمد لله، بس انت وسيلتك مختلفه، انت الوسيله عندك مختلفه، مش مشكله. ها، لكن كلنا يد واحده قدام اعدائنا يا اخوه. اعدائنا متحدين ضد الاسلام، احنا نتفرق في الاسلام؟ احنا نتفرق في الاسلام؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اعدائنا واضحين وصرحاء، بيقول لك مش عايزين دين، مش عايزين اسلام. شيخ وجدي راجل شيخ، نقف نهتف ضده، لكن لو كنت انا رقاص هجاص، لو كنت انا مغني كانوا يقولوا لي كده. اعدائنا هم واضحين، واحنا لازم نكون اوضح، احنا لازم نكون اوضح، نعتز بديننا ونعتز باسلامنا. اضرب لكم نكته كنت قلتها في امريكا. انا عشت في امريكا 4 سنين، وبعد 4 سنين قبض عليا حطوني في السجن. ما طبعا دي الديمقراطيه اللي بالملوخيه، وبحط عليها شويه تقليه. امريكا بعد البرجين ما وقعوا، المسلمون اللي هناك بداوا يتهزوا، فاللي مسمي نفسه محمد سمى نفسه مو، واللي اسمه محمود سمى نفسه مودي، وكله عايز يهرب منين؟ من الاسلام. يعني ما تقالش انه مسلم يعني. فربنا وفقني النكته لفيت بيها امريكا، اقولها لكم عشان تعتز بدينك وتعتز باسلامك. واحد اسمه محمد والتاني اسمه محمود، والاثنين مسلمين والاثنين جعانين. فمحمد بيقول لي محمود جعانين يا محمود عايزين ناكل. قال له ما فيش الا كنيسه هنا، والكنيسه فيها اكل، بس لو عرفوا ان احنا مسلمون مش هياكلونا. فمحمد قال له ايه؟ انا محمد، ياكلونا ولا ما ياكلونا انا محمد، تطلع فوق تنزل تحت انا ايه؟ محمد وموحد بالله. قال له انت حر، مش هتاكل ولا هياكلوك. ومحمود عمل ايه؟ سمى نفسه جورج، وراح مطلع القلم وعامل ايه؟ صليب. دخلوا الاثنين على الكنيسه. ها ابونا، ازيك يا ابونا؟ ها يا ابني عايز ايه؟ قال له عايزين ناكل ابونا جعانين. قالوا الاكل عندنا كتير في الكنيسه، انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي محمد، تطلع فوق تنزل تحت انا محمد. قالوا طب انت حلو يا محمد، وانت؟ قال انا جورج. جورج يا ابونا، بص يا ابونا الصليب اهو يا ابونا. القسيس بيقول لمحمد روح يا محمد اوبن بوفيه، روح كل زي ما انت عايز، تعال يا جورج اقعد جنبي، احنا صايمين النهارده. واضح؟ احنا صايمين النهارده. قال يا نهار اسود. محمد راح كان، قالوا طب يا ابونا الصيام بتاعنا بيطول يا ابونا؟ قالوا 40 يوم هتقعد جنبنا. 40 يوم. واضح؟ اعتز بدينك، اعتز باسلامك، اوعى اوعى. مفيش حاجه عندنا اعز من ديننا. عد الثمانيه دول كده، عد لي الثمانيه دول سوره التوبه. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كساد ومساكن ترضونها. إيه دول بقى التمانية دول؟ أبحبهم؟ أبحبهم طبعا. أمال الغلط إيه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اخترفتموها تجارتكم تخشون كساد ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب إليكم، أحب إليكم. لو واحدة من الثمانية دول أحب إليكم من، عد لي ثلاثة، من الله أدي القرآن، ورسوله أدي السنة، وجهاد في سبيله ف
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الفاسقون؟ الذين لا يرتبون أولوياتهم ترتيبا شرعيا. عايز ترتب أولوياتك ترتيب شرعي؟ واحد الله، اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة الجهاد في سبيل الله، أربعة حط أربعة زي ما أنت عايز. نختلف بقى، عايز تحط أربعة أنت إيه؟ آباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال، تجارة، مساكن، مش مشكلة، بس كله لازم يبقى بعد إيه؟ بعد التلاتة. اللي بيقول أنا بحب أي حاجة من التمانية دول قبل الله وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الجهاد يبقى فاسق. والله يقول سورة الحجرات، الله أكبر، يقول في سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإحنا الحمد لله بنحب آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وفلوسنا ومتجارتنا، لكن بعد الله القرآن، الرسول السنة، الجهاد في سبيل الله، لأن إحنا أمة مجاهدة وبنرفع رأسنا بالجهاد. أواخر سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم اختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالجهاد نبقوا أعزاء، والله العظيم من غير الجهاد هنبقوا أذلاء. أديك شايف حماس رفع رأسها بإيه؟ بالجهاد، وكل التانيين اللي وطوا والسلام ومزيد من السلام ولا بديل عن السلام، وإما يا سلام يا سلام. طب روح يا أخويا في السلام، شوف السلام يعمل لك الغد روح. سلام هيحرر لك أرضك؟ والله ما يحرر أرضك إلا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. فاثبتوا أحبابي وكونوا على قلب رجل واحد، واعتزوا بدينكم واعتزوا بإسلامكم وابنوا بلدكم على الإسلام، يوم ربنا يبارك لكم وتبقوا قدوة إن شاء الله، زي ما كنت قدوة في الثورة تكونوا قدوة في تطبيق شريعة الله ثم إقامة الحدود بعد الشريعة، بعد تطبيق الشريعة. اوعى حد يضحك عليك يقول لك انت هتطبقوا الحدود وهتقطعوا وتضربوا وتموتوا، قول له كل الكلام ده لما نقيم الإسلام، وبنقولها بمنتهى الصراحة، لما هنقيم شرع الله ودين الله اللي هيسرق هنقطع ايه دي زعلان من ايه؟ ايه شاب بقول لك تعالى اتجوز وخد من بيت المال مهرك، تروح تزني ليه؟ انت يا متجوز روح اتجوز مثنى وثلاثة ورباع، تزني ليه؟ انت اللي بتنهب ليه؟ اذا هو ده الاسلام، دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. ادعو الله عز وجل متوسلين باسماء الله الحسنى، وتأمنوا ورايا ان شاء الله. نعم سوريا ان شاء الله ان شاء الله. شوف انا هقولك على حاجة، على قدر الكفر وتأصيل الكفر على قدر ما بيكون الابتلاء وبيكون الجهاد والتضحية. سوريا دي يعني كل اللي بيحصل في العالم العربي ده كوم، وسوريا دي كوم تاني، لان بصراحة يعني الكفر متأصل والتعذيب يعني حرب لا تتخيلها. يعني ما شفناش ولا صاروخ انضرب على اليهود 40 سنة، تضرب صواريخ على شعبك يا مجرم، صواريخ في شعبه بالاف كل يوم بالمئات كل يوم. انا ما بزعلش صدقني، ما بزعلش على الشباب اللي رايح الجنه، لا تزعل على واحد رايح الجنه. سوره ال عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء فين؟ عند ربهم، فعل مضارع، يرزقون. الله اكبر، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمن. شوف الحمد لله، الحمد لله، الصين وروسيا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، استخدموا حق الفيتو عشان ربك يقول محدش له فضل على سوريا،
زي ما قعدوا قالوا على ليبيا ثوار الناتو مش ثوار الناتو والناتو هو اللي حرر ليبيا. لا لا لا، الله يقول سورة الرعد: إن الله لا يغير. يبقى الله اللي بيغير، اوعى تفتكر ان انت اللي بتغير، انت بس بتظهر لله انك بتغير. تقول يا رب انا غيرت ما بنفسي، فربنا يغير ما يريد وما يشاء. يعني بالله عليكم كنتوا تتوقعوا ان المجرم شين الهالكين ده يطلع من 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 من, من تونس كده بمنتهى البساطه دي؟ سبحان الله. طب بالله عليكم تتوقعوا ان الجرز بتاع ليبيا ده يطلع من ماسوره مياه زي الفار؟ والله انا عارف، انا كنت على يقين واقسم ان هو هيهلك هيهلك، بس بالطريقه دي والله ما كنت. والله قلت سبحانك يا رب كذلك وحفكركم وافتكروني سواء كنت حي او ميت، هذا المجرم فشار ربنا هيجعل فيه ايه من اياته. ازاي؟ والله ما اعرف. لا ما اعرفش والله، اقول لك انا اعرف الغيب. لا ما اعرفش الغيب، انا ما اعرفش الغيب، بس اقول لك كما قال الله في سوره ابراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الشيطان يجي يقول لك شوف بيعمل ايه يا اخي، ربنا يا رب بقى، يا رب يا رب بقى مش قد ايه ايه. وخلق الانسان عجولا، بتتكلم في ايه ده الله؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. في الاخره مهطعين طالعين يجروا مقنعي رؤوسهم باصين فوق لا يرتد اليهم طرفهم، يعني عينه مش هتربش، وافئدتهم هواء، عايز يهرب من جهنم ولو بالكذب على الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مره انا كانوا مستدعيني في امن الدوله عندنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، والله مسيهم بكل شر يا رب. امين امين يا رب. والله للمجلس العسكري المجرم المتامر ده، قال بيقول لك ايه، قال بيبرئهم امن الوطن بعد ما كانوا امن الدوله بقى مرة. المهم فمره وانا بتكلم معاه فبقول له مش حسني مبارك ربنا ينتقم منه ويورينا فيه ايه، قال لي ادعي يا اخوي، ادعي ادعوا كتروا عليه، كل ما بتدعوا ربنا بيديله الصحه. قلت له عارف ليه؟ عارف ليه؟ ليه عارف ليه؟ لان له مكانته في جهنم ان لم يتب. لازم يعمل 1 2 3 4 5، في 5 دي اللي ربنا جعلها له ياخذه اخذ عزيز مقتدر. فهو لسه دلوقتي في 3، فاضل 4 ولسه 5. كذلك الله يقول في سوره مريم: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، انما نعد لهم عدا. قال الله سوره آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. انت عارف المئات اللي يموتوا كل يوم دول؟ طب ما ده بحسابه عند الله. دول والله العظيم ما بيفهموا، يدخلوا الاخوه دول الجنه وهم يخش فيهم جهنم. شوف ربك مسخرهم ازاي، مسخرهم يدخلوا الاخ شباب شباب عايش عارف يتجوز وعايش في الدنيا القرف دي، هو عند الله وفي جنه الله ومع الحور العين، ويغفر له من اول دفق الدم ويشفع فيه 70 من اهله. ايه عايز منه ايه ده؟ ده الله اكبر عليه، ده الله اكبر. يا رب الحكمه بيه، يا رب الحكمه بيه على خير يا رب. اللهم توفنا شهداء راضيا عنا، اللهم توفنا شهداء اكرمنا بالشهاده واجعلنا اهلا لها يا رب العالمين. فده ما تحزنش عليهم، اوعى تحزن عليهم وتقول ادينا مستنيين اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى هيشرح فيه صدورنا، واللي بيقول ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ربنا هيشفي صدورنا من اعدائه في الدنيا قبل الاخره. الاذان، طب الاذان وبعدين ندعي ان شاء الله. تفضل. ازاي؟ ما كل ده كنا بنتكلم في ايه؟ طيب
ما شاء الله حسن. الله يبارك في عمرك. ندعو الله تبارك وتعالى. نعم. لا شيء ازاي يا راجل؟ بص صلوا على النبي عليه السلام. شوف يا اخوانا، نحن لا نكفر بالاسماء، وانما اكفر بالافعال. الا اذا كان واحد قال انا كافر، خلاص بقى ده حر. واحد بيقول لك انا كافر، انا مش مسلم، انا علماني مش عايز الدين، انا ليبرالي مش عايز الاسلام، ده كافر بره الدين خالص، وربنا هيحاسبه في الاخره، نشوف هيقول ربنا ايه. لكن لو واحد عمل فعل من افعال الكفر يبقى كافر. ازاي؟ لو واحد بيتبول على المصحف يبقى كافر. لو هو بيتبول يقول اشهد ان لا اله الا الله كافر. يقول له ايه ده بيقول لا اله الا الله؟ بيعمل ايه العمل ده؟ عمل ايه؟ عمل كفر. واحد مسك سكينه وقال لك فين سيدنا رسول الله؟ قلت له هو هناك. العمل ناقض الايه؟ ناقض القول. بلاش كده، مش في نواقض للوضوء؟ انا دخلت اتوضيت، خلاص انا دلوقتي ايه؟ متوضي، اخرجت ريح، طب انا ايه؟ نقضت الوضوء. واحد يقول لا ده انا متوضي والميه بتصر مني اهي. انت عملت عمل ينقض الوضوء، يبقى وضوءك خلاص خلص، ما ينفعش. كذلك انت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن عملك نقض الايه؟ نقض اسلامك. ازاي؟ مين اللي اتهم بالزنا في التاريخ؟ واحد، ستنا، خلي ستنا عايشه بالاخر، ستنا مريم. اثنين، سيدنا يوسف. ثلاثه، العابد جريج. اربعه، سيدنا موسى. خمسه، ستنا عائشه. اوكي؟ واحد، ستنا مريم مين اللي برأها؟ لا، ابنها سيدنا عيسى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والسلام، سورة مريم. سيدنا يوسف مين اللي برأته؟ امرأة العزيز. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. العابد جريج مين اللي برأه؟ الولا. العابد جريج كان بيعبد الله في صحراء لوحده، وبعدين بيصلي، فأمه بتقول له يا جريج قال ربي صلاتي وأمي صلاتي وأمي، خليني مع الله. تاني مرة، تالت مرة قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. جت واحدة في الصومعة وروضته عن نفسه عشان يزني فيها، مرضاش، فراحت زنت مع واحد تاني، حملت، جابت ولد، قالت الولد ده ابن جريج. راحوا كسروا له الصومعة وضربوه وبهدلوه. الناس عارف، انت عارف الناس هتجاصر، الناس اول ما يقولوا العابد العابد ابو ده بتلككوا يعني. فقال لهم طب يا اخوانا استنوا دقيقه واحده بس، وصلى ركعتين يا رب توضح الحق. فالولد نطق وقال ابي فلان. طب معلش يا جريش حقك علينا، غلطنا والله، نعمل لك صومعه تاني حلوه مش عارف. طيب سيدنا موسى لما اتهم بالزنا اللي هو الزانيه اللي قالوا عليها دي، قالت لا، الوحيده، ركزوا معايا الوحيدة التي برأها الله
من فوق سبع سماوات. السيدة عائشة في سورة النور 10 آيات: إن توكيد، إن الذين جاءوا بالإفك، بالإفك، بالكذب، يبقى ربنا برأها. استنى بقى، لو أنا قلت على واحدة، أي واحدة، زانية، وما جبتش 4 شهود 80 جلدة على ظهر، والذين يرمون المحصنات ثم لا يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم كام؟ 80 جلدة. إلا السيدة عائشة، ركزوا معايا، اللي يقول عليها الزانية فهو كافر وطالع بره الإسلام. ليه؟ لأنه كذب الله. خرجنا بقى من قضية الزنا دلوقت. لا، أنا لو قلت على واحدة زانية، أي واحدة، أقول عليها زانية 80 جلدة على ظهري، لكن لو قلت على السيدة عائشة يبقى أنا كذبت الله. الله بيقول إن الله بيقول في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إفك، كذب. أنا أقول له لا، لا هي زانية، يبقى أنا إيه؟ بكذب الله، ومن كذب الله كافر. واضح؟ بس ما نقولش بقى اسمه إيه؟ اللونه إيه؟ ما لناش دعوة بالكلام ده، أنا بتكلم عن فعل. طيب خليك معايا تاني، عد السبعة دول كده في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، 5 خالدين فيها، 6 أبدا، 7 ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تسبهم وتلعن ان ربنا بيقول رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. تسب اللي ربنا بيقول عليهم كده تبقى كافر. اسمه ايه؟ ما اعرفش وما يهمنيش اعرف اسمه، انا بكفر بالافعال، بكفر بالافعال. فأي واحد يسب ستنا عائشة في عرضها اعلم انه كافر مرتد عن الاسلام لانه كذب الله. اي واحد يسب في الصحابة، ده الجيل الرباني اللي ربنا اكرم بيه، واللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اللي رواه ابو داود والترمذي عن ابي نجيع العرباض بن سرية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجهت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا نعمل يا رسول الله، قال: فعليكم، عليه الصلاة والسلام، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا عليها من الأطراس. خلفاء راشدين ايه؟ مهديين، مهديين. تسبهم وتلعنهم ما تبقاش مسلم. وانا اعتقد ان الفطرة، فطرة المسلم هي اللي تأبى انه يمشي وراء هذه الاشياء وهذه الامور. الحمد لله رب العالمين، فربنا يحفظكم في تونس ويحفظ تونس بالإسلام ويعزكم ويبارك فيكم يا رب. اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ندعوك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى، وأنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي
الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. فاللهم بأسمائك الحسنى ندعوك أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم قوي إيماننا وألهمنا اليقين. اللهم عليك بأعداء دينك ومن ولاهم. اللهم عليك بالكارهين للإسلام. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم سق الوبال إليهم. اللهم انتقم منهم شر انتقام وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زدهم خزيا في الدنيا قبل الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أعز تونس بالإسلام وأعز الإسلام بها يا رب العالمين واجعلها قدوة في تطبيق الشريعة كما كانت قدوة في الثورة. اللهم اكرمنا ولا تهنا وارزقنا ولا تحرمنا وسع أرزاقنا وارزقنا بالحلال واكفنا شر الحرام. اللهم حببنا إلى زوجاتنا وحبب زوجاتنا إلينا وأصلحنا لزوجاتنا وأصلح زوجاتنا لنا يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا وقلوب زوجاتنا على الحب والخير والعطف والمودة والحنان والرحمة وأعنا مع زوجاتنا على أن نقيم حدودك وأعنا مع زوجاتنا على أن نربي أولادنا تربية إسلامية. اللهم ربي أولادنا وبناتنا كما تحب وترضى. اللهم أنبتهم نباتا حسنا أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. احفظهم وحافظ عليهم من كل ما يغضبك. اللهم واكرم الذين يريدون الزواج بالزوجات الصالحات واكرم الأخوات بالأزواج الصالحين واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين وزدنا جميعا من فضلك فإنا إليك من الراغبين. اللهم اكرم آباءنا وأمهاتنا واجزل لهم الثواب والعطاء وارحم من مات منهم رحمة واسعة. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك فاجعلنا أهلا لها وأكرمنا بها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير.